أبنائي الطلاب، أهلا بيكم، أتمنى تكونوا بكل خير وبكل صحة. اليوم بنواصل السلسلة الخاصة ببيبر 6. حابب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله سنة 2022 تكون أجمل ونتمتع فيها كلنا بكل صحة بكل عافية، ويكون أفضل من السنين اللي فاتت وتحققوا فيها كل أماني جميلة. حابب أقول لكم ده أول فيديو ليا في الحقيقة، وأنا في مدينة أبها الجميلة في المملكة العربية السعودية. أتمنى أقدم لكم الجديد وأقدم لكم حاجات أفضل إن شاء الله الفترة الجاية. برضو حابب أقول لكم أنا عملت مجموعة على التشانل الخاصة باليوتيوب، بلاي ليست جديدة خاصة بالكيمستري بري آي جي والكيمستري خاصة بالآي جي نفسها. أنا لسه ما حطيتش فيها فيديوهات، بس تابعوا الفترة الجاية إن شاء الله في كم من الفيديوهات هيتحط فيها خاص بالبري آي جي كيمستري وكمان الآي جي كيمستري. أتمنى كل خير ليا وليكم إن شاء الله. تعالوا بينا نشوف إجزام اليوم عبارة عن إيه. هناخد variant 6-1 May June 13 question number 1، ونتابع الفيديوهين السابقين كانوا برضو ده مكمل ليهم إن شاء الله. يلا بينا. Figure 1-1 shows a bird's egg. Part of the shell has been removed. عندي egg متصورة تصوير جميل الشل، اوكي، واليوك ايج يوك اللي هو الايج يلو، والالبومين اللي هو الايج وايت. Approximately 90% of albumin is water. The remaining is 10% is made up of other substances such as reducing sugar. Describe how you could safely test a sample of albumin for reducing sugar. يبقى هو عاوز safety precaution، اخد one mark عليها، تمام كده، واكمل بقية البروسيدور الخاصة ب detection of reducing sugar in albumin. طيب تعالوا بينا نشوف مع بعض. لو انا بسيط كده هوت، نفتكر مع بعض detection of reducing sugar كنا بنستعمل Benedict reagent، واسم التست اسمه Benedict test for simple sugars اللي هم يعتبروا المونوساكرايدز والدايساكرايدز except سكروز، وكنا بناخد البنديكت سوليوشن لونه الاصلي ايه؟ بلو زي ما اتفقنا. وطبعا لو رجعتوا الفيديوز اللي قبل كده، الفيديوهين السابقين ده تكمله ليهم في الحقيقه، وفي بعض الصور متاخده منهم. يعني عندي البنديكت سوليوشن، وعندي هنا انتوا عارفين الاونلي تيست في الكورس بتاعنا محتاج هيتنج كان مين؟ البنديكت تيست فور ديتكشن اوف ريديوسينج شوجر. كان عندي هنا كمان ايه؟ واضح ان في هيتنج، واضح ان في بنسن برنر، واضح ان في هيتنج يعني بيفور بويلينج، يعني بويلينج مش مظبوطه قوي، لكن هيت اور بويل اب تو 80 اور 90 سليزيس ان ووتر باث، فاكيد في سيفتي بروكوشن. نشوف السيفتي بروكوشن كانت ايه؟ كان ويرينج اي جوجلز او يوزنج تونج اللي هو تيست تيوب تونج او هولدر تيست تيوب هولدر. ايه كمان لو كان الهير لونج هير سواء ميل او فيميل، بوي او جير، بنعمل تاي هير باك. اوكي طيب لو بصينا كده، دي السيفتي لازم تتقال عشان ناخد عليها وان مارك، هو حدد لي لازم سيفلي. طيب ايه كمان بنقول؟ طبعا في الانسر بتاعتنا ان انا يوز بنديكت سوليوشن بنديكت ريجنت وايكوال فوليوم من الانون سامبل اللي هي الالبومين، وباخد كمان عليها ايكوال فوليوم من البنديكت سوليوشن، وبعمل هيتنج اب في ووتر باث اب تو 80 اور 90 سليزيس، تمام كده، وبشوف الاوبزرفيشن بتاعتي، لان قال لي ان البوم كونتيننج ريدوسينج شوجر فلازم يدي بوزيتيف ريزلت، وبوزيتيف ريزلت اكوردنج تو كونسنتريشن اوف ريدوسينج شوجر، فلازم اقول له درجات الالوان. لو بصينا على درجات الالوان كده، ها طبعا البنك سوليوشن بيتحول من بلو كلر انتو درجات مختلفه والوان مختلفه من البريسيبتيت الموجود في التست تيوبز اللي قدامنا. لو كان جرين يبقى ده تريس amount of reducing sugar، لو كان يلو يعني شويه little amount او low amount. الاورنج والريد moderate، والبريك ريد طبعا large amount زي ما انتم شايفين. اوكي ادي درجات الالوان، والتست ده اسمه Benedict test for reducing sugars. اوكي طيب ده كان اول سؤال. تاني سؤال او letter B، a student tested some albumin for the presence of protein using biorefinery agent. The solution changed color. It was a positive result.
بيسألني describe this color change، هو كان ايه و كانيشيال كلر وتحول ايه كفاينل كلر. انتوا عارفين البايوريتري ايجنت برضو ليه نفس الكلر زي البنديكت سوليوشن، لونه بلو، لونه بلو. فالبلوري ايجنت او بايوريتري ايجنت بيتحول ايه في حاله البوزيتيف سامبل اوف بروتين، لما يكون في بروتين ان سامبل بيتحول لدرجات الوان مختلفه. ما ننساهاش بدايتها ليلك، بينك، موف اور بيربل وفايولت، دي درجات الالوان طبعا according to concentration of protein present in sample وaccording to length of polypeptide chains اللي بتمثل البروتينز. اوكي okay. التست ده مش محتاج heating ولا حاجه، just addition بعمل add للبيوريتري ايجنت على سامبل من الالبوم. هو قال لي فيها طبعا الالبوم مشهور اني rich in protein فلازم يدي positive result، لازم يدي positive result. طيب نكمل كده مع بعض. هنا قال لك الفيجر 1 2 shows an experiment to investigate the effect of acid on albumin. يا ترى لو جبت اسيد وحطيته على الالبومين ايه اللي يحصل للالبومين؟ فعندي تيست تيوب 1 وتيست تيوب 2. تيست تيوب 1 زي ما انتم شايفين كان فيه هنا reagent او albumin وهنا albumin، اكيد هستعمل same volume of albumin in both تيست تيوبس. وبحط add 3 drops من الووتر و 3 drops of dilute acid، ما قاليش اسم الاسيد whatever. The test tubes were observed after 5 minutes، يبقى في waiting 5 minutes عشان نشوف الobservation. The results are shown في record result test tube 1 و test tube 2 الobservation لكل واحدة فيهم. Test tube 1 stayed as clear liquid clear albumin no change، في حين test tube 2 حصل ايه؟ changed from clear liquid to white solid white precipitate white precipitate. اذا الاسيد عمل precipitation للالبومين. البومين ده بروتين، اساسه بروتين، rich supply of protein egg albumin. طيب لما احط عليه اسيد ويحصل كلاكيع كده ك white precipitate، ده معناه ايه؟ البروتين حصله دينيتشر. هتقولي دينيتشر ده term بيطلق على الانزيمز، طب ما الانزيمز بروتين، all enzymes are made of protein. زي ما الاسيد يعمل دينيتشر للانزيمز هيعمل دينيتشر للبروتين، صح كده؟ طيب تعالوا بينا نشوف يا ترى ايه السؤال. state conclusion that can be made from this results، ايه conclusion اطلع بايه في الموضوع ده؟ الاسيد عمل ايه؟ ها اسيد دينيتشرز ذا البومين، الاسيد دينيتشرز ذا البومين. ليه دينيتشرز؟ لانه فعلا حولها ل solid white precipitate. طيب السؤال اللي بعديه سي دبل اي state why water was added to test tube 1. ما كان ممكن ما احطش 3 دروبز دول، هم هيفرقوا 3 دروبز، ما كان ممكن ما احطهمش، اسيب الالبومين بس او بلاش التست تيوب 1 خالص، اخد بس تيست تيوب 2 دي لوحدها احط فيها amount اللي انا عاوزها واحط 3 دروبز من الاسيد دايلوت اسيد، كان ممكن. لكن في الحقيقه الكلام ده لو حصل actually in lab لازم تعيد اكسبيرمنت تاني. فين الكنترول بتاعك؟ فين الكنترول؟ هعمل كومبير ازاي؟ مش لازم توريني. ممكن اصلا التيست تيوب not clean enough، ممكن يكون الاسيد contaminated بأذر debris أو أذر contaminant، قد يكون الأسيد بتاعك مركون بقاله فترة طويلة، كان يكون البوتل فيها راست مثلا وعملت reaction، قد يكون كذا سبب، فلازم ناخد control. يبقى state why water was added to test tube 1، عندي two options للانسرز. ممكن أخد إيه؟ to maintain volume in test tube، volume في test tube 1 equal the volume of test tube 2، وبالتالي هيبقى able و valid to compare. انت لو جبت لي 2 test tubes قدامي اللي هما 1 و 2 دول وفيهم unequal volume من reagents، هقول لك عيد الاكسبرمنت تاني، عيدها ما اعترفش بيها. ليه ما اعترفش بيها؟ لان في حاجة انت نسيتها او حاجة انت حطيتها بزيادة، لأما نسيت لأما حطيت بزيادة، فلازم تعيد من جديد. يبقى to maintain volume in test tube ده رقم واحد، او to used as control for comparison تشوف الإفكت للأسيد عمل إيه. الووتر ما عملش حاجة، no change، stayed clear، الألبوم stayed clear
في وجود الووتر يبقى الاسيد هو السبب في denaturation of a albumin. اوكي ادي الفهم بتاعنا to maintain volume in test tubes, وده هيبقى valid for comparison او to use as control for comparison. اوكي تعالوا بينا. Fat is present in the yolk. Yolk اللي هو الايج يلو. الايج ايه يلو؟ طبعا الايج يلو فيه كوليسترول وفيه ليبيدز معروفة بالنولج بتاعتنا معروفة. طب student carried out the emulsion test on sample of yolk and it gave a positive result. طيب state what the student would observe. هيشوف ايه الستودنت يا ترى؟ positive result وemulsion test هستعمل ايه؟ لو تفتكروا كنا بنستعمل ايثانول ك solvent للليبيد سبستنس والفاتي سبستنس, وبعمل كلير سوليوشن اسمه ايثانول emulsion, يعني الفات اللي هي انسولبل ان ووتر دابت في الايثانول, ولما دابت ها بقت ايه؟ بقت emulsion, فاتي emulsion. لما احطها على تيست تيوب في ووتر اللي يحصل مجرد ما يرجع السوليوشن اللي هنا اعمله دي كانت على انذر تيست تيوب فيها ووتر, هلاقي ايه؟ مجرد ما الليبيد يشم ريحه الووتر هلاقي ايه؟ اصبح تاني كلاودي او عطاني وايت برسيبتيت. طيب ده اللي ظهر, ادي المنظر. مجرد ما تعمل شيك بايدك كده هتلاقي كلها وايت برسيبتيت او كلاودي او تشوكي. طيب هنا البوستيف ريزلت فور فات هتبقى ايه؟ وايت كلاودي تشوكي اور ميلكي برسيبتيت از فورمد. دي الانسر بتاعتي اللي هاخد عليها 1 مارك, وكان اسم التست ده ايه لو نفتكر؟ ايثانول emulsion تيست فور فات. تمام كده, ممكن اسميه emulsion تيست فور فات على طول او ايثانول emulsion تيست فور فات. اوكي ده كان لتر دي. نشوف كده لتر اي, ولتر اي ده مهم جدا النهارده بالنسبه لنا. Two students wanted to investigate the effect of concentration of acid on albumin. For this investigation suggested suitable. Suitable A. Variable to change. هيغير من A يا ترى؟ A variable. I experiment فيها plan. والplan فيها variable to be changed. اللي بتتحط على X axis. يقصد بيها الindependent. الindependent. طيب خدوا بالكم. Investigate the effect of concentration. Concentration ممكن affect الالبومين. طيب يا ترى concentration of ايه؟ of acid affect الالبومين اكيد. يبقى انت هتغير ايه؟ من حقك تغير ايه؟ تغير concentration of acid different concentrations. طب تعالوا بينا نشوف يعني ايه different concentration. variable to be change هو concentration. بص concentration هنا على حسب الكيمستري عندي two bottles والtwo bottles دول بوتل فيها 1 مولر HCl و 2 مولر HCl. ده فرق ايه بينهم؟ الاثنين HCl هيدروكلوريك اسيد والاثنين ليهم ديفرنت كونسنتريشنز, واحد 1 مولر والتاني 2 مولر, يعني 1 مول دوبته في 1 لتر وخدت منه سامبل اللي قدامكم في البوتل اللي على الليفت سايد, ودوبت 2 مولز من ال HCl وخدت منهم سامبل من البوتل دي. ده ايه concentration. يبقى هنا ممكن ال variable to be changed concentration of the acid. تاني حاجة ايه كمان؟ ال strength of the acid. يا ترى الاسيد اللي انت هتختاره في الاكسبيرمنت يا ترى هو strong؟ يعني ايه strong acid؟ يعني بروتون دونر محترم, يعني يدي complete dissociation complete breakdown, يعني يدي protons في solution more protons, يعني HCl ما نلاقوش ال H شبكة بكوفيلن بوند مع CL هنلاقيه متفكك تماما completely dissociate in water. تمام كده شكله liquid لكنه ايه؟ مليان بروتونز موجودة فين؟ في السوليوشن بتاعه. يبقى ده strong acid, واحنا عارفين السترينجز بتاعت الاسيد بتتقاس بالPH. الPH معناه ايه؟ ها concentration of protons in solution باعتبار الاسيد بروتون دونر. هنا الويك acid ما يمكن انت تستعمل فينيجر. طب ما الفينيجر ده زي ال HCl؟ لا طبعا, الفينيجر بنحطه على الاكل بتاعنا على السلطات مثلا. تمام كده preservation of food مثلا ده weak acid يعني slightly dissociate weakly dissociate in water بيدي little amount of a proton زي ما انتم شايفين, وبقيه الايه المولكيولز بتاعه الفينيجر زي ما هي محتفظه بالبروتونز بتاعتها او محتفظه بالهيدروجين.
CH3COOH vinegar or acetic acid, the weak acid. يبقى strength بتاعت الاسيد فاكتور. انت هتستعمل انهي اسيد؟ تستعمل strong ولا weak؟ strong acid ولا weak؟ strong زي HCl ولا weak زي الايه؟ زي الفينيجر. طيب ايه كمان يا اولاد ممكن اعتبره independent variable من ناحية الاسيد؟ ممكن الاسيد يبقى هو the same، هستعمل اسيد واحد اسمه HCl ممكن. طيب ال HCl هنستعمله في اللاب يا ترى ال pH بتاعته كام؟ ممكن ال pH بتاعته range، انتوا عارفين ال acidity هو يعتبر strong acid وال acidity توصل up to 3 بالنسبة من 0 ل up to 3 بالنسبة لل HCl. في حد هيستعمل ال pH 1 وحد تاني هيستعمل HCl 2، فأكيد أكيد أنا ممكن أغير من ال pH ك independent variable، أشوف يا ترى لما استعمل HCl و pH 1 هل زي دي نفس الإفكت على الألبوم زي لما استعمل HCl و pH بتاعته 2 أو 3. ده برضو يعتبر take in consideration أو account إحنا وبنعمل experiment. تمام كده؟ طيب تعالوا بينا، لسه السؤال ما خلصش. ده الـ variable to be changed، ده اللي بتغيره بمزاجك بنفسك، ده الـ independent variable، ده اللي بتحط على الـ x-axis. نكمل كده مع بعض. نفس الليتر E بيقول لك هنا suitable E suggests suitable variable to measure or observe. يا ترى الobservation بتاعتك هتشوف ايه لما تحط acid ايا كان بقى؟ هتغير في strength، هتغير في concentration، هتغير في pH بتاعت الacid. ايه الافكت بتاعه الالبوم؟ هتشوف ايه بعينك؟ ها ممكن نشوف ايه؟ يا هنشوف درجات مختلفة. ممكن اشوف كده هوت، هنا هو كلير خالص، هنا هو في كلاودنس باينه، وهنا في كلاود اكتر شويه، وهنا هايلي كلاودي. فدي الاوبزرفيشن بتاعتك، فممكن اشوف الديجري اوف ايه؟ الديجري اوف كلاودنس، ديجري اوف كلاودنس. ممكن اشوف ايه كمان؟ ريت اوف تشينج تو كلاودي. يعني ايه ريت؟ يعني بير تايم، يا ترى قلب كلاودي كده بعد كام ثانيه، بعد كام مينت، هاو ميني minutes أو how many seconds، إيه time lapse بالنسبة للإكسبيرمنت دي؟ ده اسمه rate to change of change to cloudy، بعد كم ثانية أعطالك cloudy ده؟ تمام كده؟ بتعمل record لل time taken to change into cloudy، ده اسمه rate of change to cloudy. أو بتسيب الموضوع تمام كده؟ وتشوف الريزلت في الآخر ك amount of precipitate. what precipitate ده؟ تشوفه لما يحصل له complete precipitation في البوتوم اوف ايتش تيست تيوب، وتاخده وتعمل له دراينس وتشوف الاماونت بالجرام قد ايه. اماونت اوف وايت برسبتيت او باللينث او الهايت ان تيست تيوب، يا ترى البرسبتيت اكتر في انهي تيست تيوب فيهم؟ تمام كده؟ يبقى نقدر نقول ديجري اوف كلاودنس، ريت اوف تشينج تو كلاودي، واماونت اوف وايت برسبتيت ان ايتش تيست تيوب. دي الاوبزرفيشن ودي الاوت كام بتاع التيست بتاعك. اخر حاجه يا اولاد هي suggest suitable a variable to control. ايه control the variables؟ ممكن ايه؟ انت بتستعمل albumin، هتجيبه منين يا ترى؟ من انهي egg؟ egg بتاع التركي ولا chicken ولا كول ولا جوز ولا pheasant ولا ايه بالظبط؟ لازم تحدد، او معنى صح يبقى same type of egg، same type of egg. يبقى type of egg chicken egg اللي هو بنشتريه من السوبر ماركت، اوكي it's okay، يكون fresh اوكي، يبقى fresh chicken egg normal egg. تمام كده؟ مش بتاع جوز او chicken او تركي مثلا. طيب دي حاجه. طب انت في اللاب وعندي مجموعه من students وليكن 5 students، يا ترى هدي لكل واحد egg ويشتغل عليها؟ طب والegg دي غير دي، والegg دي ممكن بتاع chicken غير دي، فالamount of album يختلف. انا عاوز الالبوم constant، الالبوم ايه constant؟ صح كده؟ constant E constant في type type of albumin، يبقى لازم اخده من نفس الاج. يبقى افتح لكم كلكم اج واحده واقسم الاج وايت اللي هو الالبومين عليكم كلكم، عليكم ايه كلكم. او لو عدد الكلاس كبير اخد مثلا 5 اجز من نفس التايب ويكونوا فريش كلهم واحطهم في طبق كبير، واخد اعمل ميكس للالبومين وبعد كده اوزعه عليكم. ادي الفكره. ممكن بس يفضل طبعا سيم ايجو تتوزع علينا، هتبقى كافيه ما نخافش. يبقى فاريو تو بي كنترولد اللي هو ايه؟ ممكن يكون الاماونت اوف البومين، ممكن يكون الكونسنتريشن اوف البومين،
دي حاجه ما يبقاش diluted بووتر او حاجه. Type of egg, type of egg دي كلها variable to be a controlled. كده خلص يا اولاد السؤال، اشكركم شكر جزيل.